مرونات هجوميه للفريقي. لدي حتى الان صانع 5 اهداف وكره هنا صناعه عرضيه. يا الله يا الله يا قحطاني قحطاني ولعها ولعها وعاد من الباب الواسع. كما ذكرت لكم هي استراحه محارب والذهب لا يصدع يا قحطاني، الذهب لا يصدع يا قحطاني. ها هو يعيد فريقه مجددا ويتلألأ في بدرة الملاعب ياسر القحطاني بهدف ولا أروع ولا أجمر، ويرسم الابتسامة للموج الأزرق للجماهير الهلالية. 100% القحطاني عاد كما كان ويتألق كما كان، والتحية للجماهير الكبيرة. نعم ياسر دوما في قلوبها، وها هو يعود مجددا لتألقه ولتوهجه مع فريقه. ولكن شوف الدرس المجاني، تمريره ملعوبه في الامام وزنها بالمصدر والقلم من الردوي على راس القحطاني، وهذا القحطاني عارف درب المرمى، لاعب مولود داخل المرمى مع الشباك وبالتالي